وهل يشترط في الإمامة نية الإمامة؟ وإذا دخل رجل فوجد آخر يصلي فهل يأتم به؟ وهل يشرع الإتمام بالمسبوق؟ لا يجب على المنفرد إذا صلى خلفه جماعة أن ينوي الجماعة، لأنها لا تجب إلا في مثل الجمعة، والصلاة تعتبر جماعة بغير النية، وصلاة المأمومين صحيحة حتى لو كان الإمام يصلي نافلة، وذلك عند الإمام الشافعي. أما عند أبي حنيفة ومالك فالجماعة باطلة لعدم اتحاد الصلاتين، والله أعلم.